ترعرعت وسط عائلة متعددة الأبناء والبنات، وهم حسب الترتيب في الولادة: السعدية، عبد السلام، خدوج، محمد، مصطفى، عبد القادر، زهرة، وأنا كإخوة أشقاء، ثم إدريس وآمنة أخوايا من زوجة أبي الثانية. لقد انتقلوا كلهم إلى عفو الله، وكان آخرهم أخي إدريس الذي انتقل إلى رحمة الله في يوليوز 1998، وبقيت أنا كما يقول المرحوم باهي أمارس فضيحة الحياة رغم الأمراض التي عانيت منها، حيث تم استئصال رئتي اليمنى من خلال عمليتين جراحيتين سنة 1955 بمدريد. وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تم اكتشاف المرض الخبيث بي، حيث تمت إزالة 25 سنتيمترا من القولون. كان أخي إدريس مصابا بداء السكري، وقبل وفاته بحوالي سنة زرته، وأثناء الحديث سألته إن كان يراقب باستمرار نسبة السكر في الدم، فرد بالنفي. وعندما ألححت عليه بشأن القيام بهذه المراقبة الضرورية، ردت زوجته أنه رفض حتى اقتناء الآلة اللازمة لذلك، فعاتبته بأنه لا يليق بمدير مدرسة مثله إهمال صحته هكذا. حينها توجهت للصيدلية لاقتناء جهاز لقياس نسبة السكر في الدم لأخي، فقام الصيدلي بتلقيني طريقة استعماله، فإذا به يكتشف بالصدفة أنني أنا أيضا مصاب بداء السكري، فكانت لحظة استحضرت فيها آثار ومخلفات السجون ومتاعب ضريبة النضال على وضعي الصحي. الملك الحسن الثاني واستقبال والدتي. فارق والدي الحياة تغمده الله برحمته سنة 1937، أي السنة التي حصلت فيها على الشهادة الابتدائية، وعانت أمي معنا كثيرا، لكن معاناتها الأكبر كانت معي نتيجة غيابات الطويلة والمتكررة عنها التي كانت تحول دون رؤية أم لفلذة كبدها. وأذكر أنه بعد سنوات المنفى الطوال التي كنت ضحية لها، استقبلها في نهاية السبعينيات من القرن الماضي المرحوم الملك الحسن الثاني، الذي كلف الدكتور عبد الكريم الخطيب بإحضارها إلى القصر الملكي ليتناول معها الشاي. قبل انصرافها سألها إن كانت في حاجة لأي شيء، لتجيبه بلهجتها الطنجاوية: بغيت وليدي، أريد ولدي. أجابها الملك رحمه الله: يمكن لابنك أن يعود إلى بلاده متى يشاء، والوطن سيرحب به. فظلت أمي متشبثة بالحياة إلى أن عدت سنة 1980 بعد غياب دام 15 سنة، لتنتقل إلى عفو الله سنة 1981. مات في سنة 1943 شقيقايا محمد ومصطفى، فيما اختفى شقيقي عبد السلام ولم يظهر له أثر إلى اليوم. كانت هذه الأحداث الأليمة والحزينة قد نزلت علينا كصواعق متتالية، وكادت أن تثنيني عن متابعة دراستي بثانوية مولاي يوسف بالرباط، غير أن باقي أفراد العائلة شجعوني على العودة إلى مقاعد الدراسة. لقد تحملت أمي بجلد ونحن معها دفن ابنيها محمد ومصطفى، لكن اختفاء أخي عبد السلام في نفس السنة دون أن نعرف مصيره هو الذي خلف لدينا جرحا غائرا. أخي عبد السلام ضحية الاختفاء القسري. كان أخي عبد السلام موظفا بنكيا، ولديه ولع كبير بالموسيقى الأندلسية، حيث شكل مع مجموعة من الموسيقيين النواة الأولى لمجموعة التمسماني، وأثناء سهراتهم الليلية كان يمتد بهم النقاش إلى القضايا السياسية، ويتم التركيز على أحداث الساعة
آنذاك التي كانت تتناولها أغلب الوكالات والصحف، في مقدمتها مصير الحرب العالمية الثانية ومن سيخرج منها منتصرا، هل دول المحور التي تضم ألمانيا بقيادة هتلر وإيطاليا بقيادة موسوليني وإسبانيا بقيادة فرانكو، أم دول التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ كان الاتجاه الغالب في تلك الفترة لدى أغلبية المغاربة البسطاء هو التعاطف مع دول المحور كرد فعل ضد الاحتلال الفرنسي للمغرب، وكان رفاق عبد السلام في مناقشتهم يعبرون عن هذا الرأي السائد المساند لتلك الدول، فيما كان أخي يتحداهم ويؤكد لهم أن النصر في النهاية سيعود للحلفاء. ويبدو أن موقفه هذا وصل إلى الأجهزة الإسبانية التي قامت باختطافه، علما أنه خلال سنة 1943 كانت قد قامت الدولة الإسبانية باحتلال مدينة طنجة وضمتها لنفوذ احتلالها لشمال المغرب، مما مكنها من بسط سلطتها للقيام بالعديد من الانتهاكات بدون رقابة. أصبح أخي في عداد لائحة المختفين، فبذلت أمي مع غياب الأب المتوفى مجهودات جبارة لمعرفة مصير ابنها، إلى أن شاءت الصدف أن تخبرها إحدى جاراتنا أنها شاهدت عبد السلام على متن شاحنة عسكرية إسبانية مرتديا زي السجن مع العديد من السجناء بمنطقة وادلاو شمال تطوان. كانت سلطات الاحتلال آنذاك تقوم بتنفيذ العقوبة السجنية عبر نقل المساجين للاشتغال في أعمال شاقة مختلفة. هكذا استطاعت هذه الجارة التعرف على أخي، لأنها كانت تنتقل من طنجة إلى تطوان بحكم مهنتها المتمثلة في جلب السلع وعرضها للبيع، وهي الظاهرة التي ابتدأت منذ تلك الفترة واستمرت، بل استفحلت مع مرور السنين، ولا تزال تعاني منها العديد من النساء المغربيات بالشمال إلى اليوم. استطاعت العائلة تحديد السجن الذي يوجد به أخي عبد السلام، والذي لم يكن سوى سجن وادلاو، فكانت أمي تتنقل أسبوعيا إلى ذلك السجن في محاولة لزيارة ابنها محملة بقفة تضم بعض الأكل وبعض الأغراض دون أن تتمكن من رؤيته ولو مرة واحدة، حيث كانت تسلم القفة للحارس الذي يتولى نقلها إليه. استمرت هذه الوضعية فترة من الزمن، إلى أن أخبرها الحارس أن ابنها انتقل إلى عفو الله، ولا داعي للعودة مرة أخرى، دون أن تتأكد العائلة هل انتقل حقا إلى عفو الله أم أنهم نقلوه إلى سجن آخر، فانقطعت أخباره بصفة نهائية. وقد راسلت السلطات الإسبانية في نهاية القرن الماضي في شأن ملف أخي عبد السلام دون التوصل إلى أي نتيجة مع كامل الأسف. فظلت ذكرى أخي عبد السلام تدمي قلب والدتي إلى أن انتقلت إلى رحمة الله.